بسم الله. بجوز العنوان غريب شوي لكنه مهم كثير. الخطاب للأباء والأمهات دائما وأبدا، للمعلمين والمعلمات برضو دائما وأبدا، لكن برضو الخطاب الآن للشباب والصبايا، لأنه غير النجاح والتميز بالنسبة إلنا إحنا كأمة إسلام ما في. بدنا الهمة عالية وبدنا النجاح يكون دائما أمام عيوننا، حسب قدرتي، حسب موهبتي، حسب تخصصي، حسب قدراتي، سواء شاب أو صبية، سواء طفل أو طفلة، بنحكي مع الأباء والأمهات والمعلمين والمعلمات والشباب والصبايا. يجب أن نزرع بنفوس أبنائنا وهم بطريقهم للنجاح والتميز والإبداع أنني سأسير في طريق طويل، نعم أنه صعب، طريق النجاح والتميز، سواء بدراسة مدرسية أو دراسة جامعية أو ما بعد التخرج أو في بعض ربما العبادات اللي قد نجدها أحيانا صعبة، لكنها ممتعة. طريق النجاح يجب أن نعلم أبنائنا المفهوم هذا، بأنه أكيد متعب، ربما يكون صعب لكنه ممتع. الصوم مثلا، هل هو متعب؟ الجواب ها طبعا، لكنه ممتع. فالطريق القافلة تسير بهذا الطريق نحو النجاح. يجب أن أضع هدف، يجب أن أتوقع عقبات في طريق نجاحي، لازم ابني يتعلم هذا مني، لكن يجب أن أصبر وأستمتع بهذا الطريق، طريق النجاح. الأمر الثاني، ولا كلاب تعوي. شوفوا، أقول لكم سر مهم الكل بيعرفه، دائما أي إنسان يبدأ بالنجاح ويستمر بالنجاح قد يكون بعض الأشخاص ممن حوله يخوفونه، دير بالك أبعد ارجع، أو ينتقدونه، أنت فشايف حالك، أنت دير بالك، أنت واحد. هذا الكلام يا ريت نتناساه، وكأنه لا أحد حولي يؤثر علي بالكلام السلبي، ولا كلابة تنبح حولي، ما فيش حدا بأثر علي. والأرقى أن نصل بالجيل الجديد إلى شيء علمنا إياه إسلامنا، اللي هو نحن فريق واحد. أي واحد منا، نعلم أبنائنا هذا المفهوم، أي واحد من زملائك بتقدم وبنجح ادعمه، كون داعم له. لكن ما نشاهده بالجيل القديم اللي هو جيلنا، ربما بعض الأحيان في شعور بالغيرة، في شعور بالحسد، ربما في شعور بأنه تعال لورا، وين ما فيش تنجح ولا تتميز، خلينا كلنا بدون تميز. لا، بدنا الجيل الجديد أعلم ابني، مش إنك تغار من زميلك أو زميلتك اللي عم بتميزوا بالدراسة أو بالرياضة أو بالقرآن أو بالعبادة، أو بالعكس، بدنا يكون هذا الزميل إلك قدوة إلك، وإنت تكون داعم له. متمني نوصل لهاي المرحلة من التعاضد والتكاتف. صراحة من أكثر النصائح اللي سمعتها بحياتي وأثرت علي أنا كيزن، هي نصيحة فريق العمل اللي بتغني فيه الآن كثير من الدول، واللي طبقوا محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. بال2004 بالضبط بدأت عمل جديد، وسألت يعني المسؤولين شو الموضوع، شو أهم إشي بالعمل الجديد، حكوا لي أن نكون فريق واحد يشد بعضه بعضا. فتذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد. صراحة المدير هذا ما كان عربي، فيعني رجعت لقبل 1400 سنة كيف الإسلام أسس فينا هذا المفهوم، والآن الغرب أكيد حبنا واحترامنا لكل الناس يطبقونه. ياريت نطبقه فيما بيننا، جسد واحد، القافلة تسير ولا أحد يعوي على الآخر.